الحلاوة والجمال. لا خليها معانا وخليها قدامنا وخلي الناس تشوفها. الحلاوة والجمال اللي بيومي عرضه لحضراتكم ده من جمهور النادي الأهلي في ماتش النهاردة. العظمة بتاعت جمهور النادي الأهلي اللي كان متواجد وسمعنا يا سيدي الصوت مرة تانية وابسط الناس وفرج الناس. وده جمهور النادي الأهلي الكبير العظيم اللي من النهاردة مستحمل الحر ومستحمل الأجواء وكان موجود في الوقت وموجود في الميعاد بكل الأعداد بتشجيع مثالي بشيء محترم بحاجة في منتهى الافتخار والفخر اللي ممكن تتكلم فيها على فريق مصري. هو ده اللي احنا كنا طالبينه من الاول وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه. شجع يا باشا وصوتك يرج الدنيا، صوتك يرج الدنيا. اسمع كده سمعت وقت ما انا ما بسكت كان ايه؟ افريقيا مش هتروح. وهو ده بالدم بالروح، افريقيا مش هتروح. وهو ده الهتاف اللي انا هفضل شغال معاكم عليه لحد يوم مباراه العوده بمشيئه الله. ده اللي هيكون موجود معانا في البرنامج، هحطها لحضراتكم في كل حلقه من النهارده لحد يوم 11. بالدم بالروح افريقيا مش هتروح. الاهلي هو ممثل مصر بكل ما تحمله الكلمه من معنى، وهو مصدر فخر للكل. وبشوف انه زي ما الناس بالبلدي كده، وهقولها لك عشان انا ما بعرفش اقول كلام متزوق، انت واخدني بحالتي، يعني انت واخدني بحالتي بعد الماتش على طول. زي ما بشوف الناس بتفتخر قوي بفرقها، ها، وتتحمق لجنسياتها في افريقيا، انا من الناس دي يا باشا. انا من الناس اللي هتحمق لاي فريق مصري هيكون موجود في اي بطوله من البطولات. هبقى الشخص ده طول الوقت لان انا بشوف انه ما هو ده صح. انا مش زعلان من الناس التانيه على فكره ان هي بتتحمق لفرقها، انا مش زعلان من الناس التانيه، بس للاسف انا بقول كده للناس اللي جوه عندنا اللي بيقول لك الله انت مش مدي للموضوع يعني كده وبتاعه، وانت متضايق ليه النهارده؟ ها زعلان ليه؟ متضايق وزعلان عشان انت شفت التحكيم عامل ازاي؟ متضايق وزعلان لان كان نفسي النتيجه تخرج احسن من كده. متضايق وزعلان، متضايق وزعلان عشان انا عارف كويس قيمه النادي الاهلي، وعارف ان الاهلي قدم اداء النهارده كبير جدا.